إلقاء مربعات فن الواو الشعري ده واحد من الفنون اللي اتولدت في حضن الصعيد وتحديداً في قنا، عرفنا بيها السيرة الهلالية وأصبح هذا الفن متوارث ما بين الشعراء وعايش في وجدان الناس لأنه بيتعمق في الحياة اليومية وبيمس حياة الناس. خلونا نتكلم أكتر عن فن الواو مع الشاعر الصعيدي الكبير عبد الستار سليم اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. يا مرحبا. بدأ فن الواو في قنا، اشمعنى قنا؟ اشمعنى قنا وليه سميناه فن الواو؟ ده صحيح، هو الحقيقة زمنيا بدأ أيام عصر حكم المماليك والعثمانيين لمصر. وبدأ كيف بدأ؟ احنا عارفين انه في الجنوب في صعيد مصر اللي هو كانوا بيسموه الصعيد الجواني قبل التقسيم بتاع قنا واسيوط وسوهاج والكلام ده كله، ده تقسيم اداري جديد يعني، فكانوا بيسموه الصعيد الجواني. الصعيد الجواني كان محروم من كافه الخدمات، فكان المحتسب اللي هو مبعوث من قبل الحاكم في مصر المحروسه اللي هي القاهره كان يروح يجمع ضرائب دون ان يقدم اي خدمات. فكان بيحكي لي جدودنا وأعمامنا، كان ليا جد اسمه محمود، فبقول له يا جدي يعني انتوا احكي لي انتوا عملتوا ايه وازاي حفظتوا هذا الفن. قال لي يا ولدي احنا كنا عايزين نعبر عن اللي جوانا، واحنا كلنا كنا أميين، ما فيش لا مدارس ولا جامعات ولا تلفزيون ولا إذاعة، طبعا الكلام ده في عصر المماليك والعثمانيين يعني. فقال لي كان المحتسب يجمع منينا الضرائب وحتى على الجلابية اللي بنلبسها. قلت له كيف؟ قال لي لو لبست جلابية جديدة قبل ما البسها ما اقدرش امشي بيها في البلد الا اذا المحتسب ختم على كتفي بالختم بتاعه وخد ضرائب. فبقول له طب يا جدي ده هو انتوا عندنا حر والتراب والعربية والجلابية تتوسخ. قال لي لو توسخت تقعد على جسمي لغاية ما تتقطع، يا اما لو غسلتها الختم يضيع فتاخد ختم تاني بضريبه تانيه الى هذا الحد كان فيه ظلم واجحاف وجور على ابناء الصعيد. فالصعيدي الرجل الامي الذي لا يقرا ولا يكتب عايز يعبر عن حاله او عن اماله والامه. فكان يقعدوا في الليل حوالين الجرون تحت القمرايه او في على المساطف في المنظره، وما عندهمش حاجة يعملوها إلا أنهم يقولوا طب ما تيجي نحكي حكاية مثلا أو نقول قصة. فيتكلموا عن أبو زيد الهلالي مثلا. على فكرة معلومة للسادة المشاهدين أن سيرة أبو زيد أو السيرة الهلالية كتبت في مصر وليس في المغرب. هي حدثت في المغرب ولكنها كتبت في مصر بدليل أن احنا بنشوف الأسلوب النثري بتاعها أسلوب مصري والأشعار المصاغة أشعار باللهجة المصرية، لأن اللهجة المغاربية صعبة يعني ما تتكتبش. فكانوا بيقولوا يقعد مثلا واحد يقول له إيه ولا عايم إلا ما ترسي، لا نسمع في الميكروفون. ماشي. ولا عايم إلا ما ترسي وتيجي برها بالسلام ويسكت. يقوم الرجل اللي جنبه ما يسكتش، يا ما كلنا جوالين فنواو على فكرة يعني مش واحد ولا اثنين، كل الناس هناك. فبعد ما يسكت الثاني يقول له يا أخي 99 كرسي وقفوا له لصمة السلام. شوف قال له ولا عايم إلا ما ترسي وتيجي برها بالسلامة. قال له 99 كرسي وقفوا له لصمة السلامة. يعني إيه 99 كرسي؟ قصده 99 شيخ قبيلة كانوا قاعدين في الجلسة، ولما جاء لصمة السلام اللي هو أبو زيد الهلالي كل الناس وقفت. الله. البيت الأولاني ملوش علاقة بالبيت الثاني، فده يحسسك إنه اللي قاله مش واحد، اللي قالوه أكتر من واحد. واحد قال ده والثاني قال ده. طيب. بالظبط كده. طيب التداخل الصوتي والتقطيع اللي بيحصل في الكلام ده زي ما حضرتك بتقول بيدلل على ان بيبقى فيه اكتر من واحد. تمام. بيبقى قوال. صحيح. زي ما بنقول. صحيح. ده بيخلي فيه ايه بقى، وحده في النص ولا بيخلي وحده في الفكره والنص نفسه بيبقى مختلف؟ هو فن الواو في الحقيقه يعني فن مقطوعي. مقطوعي يعني ايه؟ يعني هم جدودنا زمان اللي كانوا عايشين في المنطقة الصعيدية دي
تأثروا بالشعراء العرب اللي جوا مع الفتح الإسلامي، سمعوا القصيدة العربية، كانوا بيجوا من شبه الجزيرة العربية، نعم، لكن دول ما يعرفوش لغة عربية، فحبوا يقولوا كلام زي كده موزون يعني، وفيه قافية وكده، كلام زي بعضه، هم طبعا ما يعرفوش القافية والوزن والكلام ده، مظبوط، فحبوا يقولوا كلام زي ده بس بلهجتهم، وشافوا ان القصيدة العربية طويلة ما يقدروش يحفظوها طبعا، فهم حاولوا يعملوا قصائد قصيرة مقطوعات، فالمقطوعة عبارة عن، سموها حتى المربع. ليه سموها المربع؟ لأنها تتكون من بيتين شعريين فيهم أربع شطرات، فأطلقوا عليه المربع. طب ليه سموه الواو؟ يعني ليه مساب؟ لأنه المربع على فكرة أنا كان لي كتاب طلعت فيه عائلة التربيع في 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 كتاب اسمه ماذا تعرف عن فن الواو، طلعت فيه عائلة التربيع، فكان فن الواو واحد منهم، يعني الناس فاكرة انه المربع هو فن الواو بس، لا، ده انا عندي الموال الرباعي، وعندي فن الدبيت، وعندي الرباعية اللي كان بيقولها المرحوم صلاح جاهين الله يرحمه، وعندنا فن في أسوان اسمه النميم، وفن اسمه الجنزير، وفن اسمه المصدار، شيء رائع فعلا، يعني هذا الصعيد الجواني يعوم فوق بركة من الفنون القولية. طيب تفضلي. وقال الشاعر، وقال قال ايه بقى؟ هنسمع ايه؟ وقال الشاعر، بقول الواو مولود حدانة، وحدانة عمه وخاله، ولا حد يحدي حدانة ولا غيرنا في الجول خاله، هنا في حدانة وحدانة وخاله وخاله، دول كلمتين ينطقوا بنفس الكيفية لكن يختلفوا في المعنى. بقول الواو مولود حدانة يعني عندنا، ولا حد يحدي حدانة يعني ما حدش يقول مثل حداءنا، يعني الغنى بتاعنا. الحداء كان ده ورا الإبل، العرب زمان كانوا يسموه الحداء. فلما أقول الواو مولود حدانة وحدانة عمه وخاله، ده العم والخال، ولا غيرنا في الجول خاله من الخيلاء، يعني يزدان يقول لك والله الجلابية دي خايلة عليه، والله خايل في لف العمامة. فهنا وكان أنا روحت الآن وقلت الناس هناك، أي مربع مفتوح مفهوش الجناس ده يعني، يقول لي يا أستاذ أنت بتضحك علينا، ما تقول لنا حاجة عشان نشاركك في حلها. يعني لو قلت له مثلا زي ما قال ابن عروس، مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده، هذا ما فيهوش جناز، معروف في حديده ويريده. لما لو قلت لهم حاجه زي كده يقول لي انت بتستهتر بينا، انت فاكر ان احنا ما نعرفش نقول زيك يعني؟ فلازم يبقى اقول في مباراه، يعني في مباراه، الناس بترد على بعض. نعم، فلازم اقول لهم ايه؟ اقول لهم طبيب الطبابه سلمان، والعقل مني جناين، شوف صقع طوبى سلمان تلف تمرها والجناين. ايه ده؟ ده عايز يتفك. لما اقول طبيب الطبابه هو لا يقصد الطبيب اللي متخرج من كليه الطب، لانه ما كانش عندنا كليه طب، انما يقصد يا حكيم الحكماء، الرجل الشيخ الكبير اللي هو كان يعني يحل مشاكل الناس. فلما أقول طبيب الطبابة يعني يا حكيم الحكماء، طبيب الطبابة أسلمان، فاللي يسمعها الأول وهلا يفتكر إن أنا بنادي بنده واحد اسمه سلمان، إطلاقا هي مش كده. إنما بقول طبيب الطبابة أسأل من. حذفت الهمزة. نعم، يعني سهلت الهمزة. طب أنا عرفتها إزاي؟ أو السميع يعرفها إزاي؟ لأنه الشطرة الثانية بيقول والعقل مني جناين. جناين هنا معناها العقل مني هيجن، يعني في دماغه مشكلة مش عارف يحلها، فلجأ إلى مين؟
الى طبيب الطبابه. فبيقول له قل لي اسال مين. استاذ عبد الستار، يقال ان يعني اطلاق اسم الواو لانه شاعر كان بيبتدي ويقول بيت الشعر زي ما حضرتك ذكرت. نعم. ويستنى. نعم. ويقول ايه يستنى. كده شويه يشوف لحد الناس ما تفهمه، لان في بعض الحاجات محتاجه فعلا ان هي تفهم. ويرجع يقول ويقول وقال الشعر. وقال الشعر او ويقول الشعر. طب ليه بيقول وقال الشاعر؟ يعني هي عندي حالتين، يا اما هو الجوال اللي قال المربع ده، يا اما الجوال المربع ده محفوظ هو حافظه. طيب لو كان هو قايله فيخشى انه يقول انا اللي قايله، لانه احيانا هو بينتقد الحاكم المملوكي او العثماني. فيقول ويقول الشاعر. بيقول وقال الشاعر. علشان لو المحتسب فهمه لا ينسب ليه الكلام، هيمسكه كده ويقول له تعالى انت بتشتم الحاكم. فيقول له ده مش انا اللي قلت ده، سمعته وقال الشاعر. او يا اما هو حافظه. حافظه ازاي يعني؟ يعني فيه واحد قاله وهو وصل اليه عن طريق السماع، او هو ما يعرفش مين اللي قاله فعلا. لان زي ما قلت لحضراتكم انه ممكن المربع الواحد يشتركوا فيه اثنين ثلاثه مثلا. يعني هقول لحضرتك وللساده المشاهدين على مربع الاربع شطرات ما لهمش علاقه ببعض ابدا. تمام. بيقول ايه؟ بيقول عيب الذهب فص ونحاس، وعيب الخيول الحرانة، وعيب القبيلة من الراس، وعيب الفتى من لسانه. ايه ده؟ بس اكيد اكيد ليه معنى. يعني طبعاً في مغزى طبعا من الموضوع انهم حتى يتحطوا مع بعض في مربعة واحدة. هو ميزة الفن الشعبي انه له معنى. بيقول عيب الذهب فص ونحاس، يعني لما سعادتك تبقى لابس خاتم وتبقى حاطط فيه حته قزاز او فص قزاز. الفص اللي فوق ده. الفص. لو رحت تبيعه الجواهرجي حيشيل فص القزاز. مظبوط. لانه ما يتوزنش مع الذهب. نعم. الحاجه الثانيه انه الذهب ممكن يتحط له سبيكه من النحاس عشان يبقى عيار 24، عيار 18، عيار 16. فهو بيقول انه العيب اللي في الذهب، المفروض الذهب يبقى 24. الذهب العيب اللي فيه يا اما تحط له فص قزاز يا اما نحاس، يا اما تخلطه بنحاس. تمام. هذه شغله تعتبر مثل سائر. عيب الذهب فص ونحاس. يقوم واحد ثاني جنبه ويقول له وعيب الخيول الحرانه. ايه الخيول الحرانه؟ انها بتحرن او اللي بتحرن انها يعني الفرس لما يحرن يعني ايه؟ يعني لا يستجيب للفارس بتاعه. يعني يزق له قدام يرفض اوامره يعني يحرن. فيقول له عيب الخيول الحرانه، وده مثل سائر برضه. وعيب القبيله من الراس. راس القبيله اللي هو شيخ القبيله. لو كان هذا رجل كويس تبقى القبيله كلها كويسه، ولو كان مش كويس اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. فهنا بيقول وش عيب القبيله من الراس. وده مثل سائر برضه. وعيب الفتى من لسانه. لسانه يعني من لسانه. ايوه. يعني يقول له تحدث حتى اراك. نعم. فتحس انه كل شطره من دول ملهاش علاقه بالشطر الثانيه. يعني معنى ذلك انه كل واحد قال شطره. وعلى فكره زمان ما كانش يهمهم مين اللي قال، يهمهم المقول نفسه. يهمهم الكلام الشعر، لانه كلهم جوالين وكلهم بيقولوا شعر. طيب حضرتك كان ليك مقال بتتكلم فيه عن التوريه اللي بتستخدم في فن الواو. نعم. وان قد ايه كان بيتم استخدامه في مقاصد سياسيه للتهرب بقى. بالزبط. من الظلم، برغم ان المشهور او اللي احنا عارفينه. صحيح. او اللي وصل لنا. صحيح. ان فن الواو ده للغزل. بالظبط. ففجاه تم استخدامه، ولا هو كان اصلا بيتم استخدامه سياسيا وبعدين وصل لمرحله الغزل؟ الامور ماشيه ازاي؟ ده صحيح. هو الحقيقة كان الغرض الأساسي لفن الواو، الغرض الشعري لهذا الفن، كان الشكوى من الزمان وغدر الخلان وبعض الحكم والأمثال. يعني كان يشكو من الفقر مثلا، من عدم التعليم. طب إحنا إيه اللي أدخلناه على فن الواو؟ يعني هو فن الواو كان كل مربع مستقل بذاته.
ليس له دخل بالمربع السابق ولا بالمربع اللاحق. طيب احنا ايه ازاي ادخلنا ايه عليه؟ انا عملت ما يسمى بالقصيدة الواوية. يعني ايه القصيدة الواوية؟ يعني اقول قصيدة واو من الواوات كلها غزل، اقول قصيدة كلها سياسة، اقول قصيدة كلها اجتماع، اجتماعيات يعني. كان بيستخدم طبعا برضو في الهجاء والرساء وكده. طبعا هم ليه؟ ده هو بيقول له في الهجاء مثلا ابن عروس بيقول ايه؟ بيقول مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده. ايه ده؟ عظيم. مسكين من يصحب مسكين من يطبخ الفاس، الفاس اللي هو الحديد، ويريد مرق من حديده. هل الحديد لما نطبخه ونغليه يطلع المرق؟ طبعاً لا. المرق اللي هي شوربة اللحمة يعني. احنا بنسميها المرقة. أيوة. في الصعيد. هو طبعا لا يقصد المرقة ولا الحديد ولا البتاع، هو بيذم الرجل البخيل. البخيل مهما عملت معاه واستعطفته واسترحمته عشان يحن عليك بالفلوس مش ممكن. فبيقول مسكين، يعني لو انا مسكين لو رحت اطلب من واحد بخيل حاجه، مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده. واحد تاني قال له مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده. طيب لما نيجي نتكلم عن فن الواو لازم طبعا نتكلم عن رائد فن الواو. نعم. ابن عروس. نعم. ونتكلم عن اعلام هذا الفن. نعم. الشيخ احمد القوصي والشيخ حسن الفرشوتي وغيره وغيره. نعم. واين الفن دلوقتي في هذا الزمان؟ اين فن الواو؟ الحقيقه فن الواو الان، يعني انا نفضت الغبار عن فن الواو من حوالي 40 سنه. نفضت الغبار عنه ازاي؟ انا الحقيقه كنت بعمل برنامج في القناه التامنه اللي هي قناه طيبه الان في اسوان. وكان فيه ناس اميين يبقى حوالين وهو داير ورا الساقيه يتكلم يقول كلام شعر هو ما يعرفش ده ايه. انا باعتباري شاعر وناقد فاهم هو بيقول ايه. فاستدعيتهم، كان معي زميلي المخرج الكبير الاستاذ اسماعيل الشيشيني. قلت له عايزين نعمل ده، نرصد الناس اللي بتقوله ده. وفعلا كنا بنروح القرى والنجوع والكفور ونشوف نقول مين هنا بيقول شعر، مين حافظ شعر، ونجيبهم عندنا ونخليهم يقولوا في القناة. ومن خلال جوالة هؤلاء الناس احنا قعدنا حوالي 12 سنة واحنا عاملين هذا البرنامج. ومن خلال هذا البرنامج جمعت انا 4 مجلدات من فن الواو. ده صدر المجلد الاول والثاني من المجلس الاعلى للثقافة، وانا بشكر المجلس الاعلى للثقافة لانه حافظ على هذا الفن. طبعاً. يعني ده مش كلام عبد الستار صليب، ده كلام جدودنا اللي هم يعني من خلاله. وفيه جزئين تانيين حيطلعوا ان شاء الله من المجلس الاعلى للثقافة ان شاء الله. فيعني احنا بذلنا جهد ان احنا كنا نروح للناس، زي زكريا الحجاوي زمان ما كان بيعمل، كان بيروح للنيوع ويشوف الوصول. توثيق الفن بتاع أهالينا. نعم. وتوثيق الفن بتاع جدودنا وتراثنا. عشان يفضل مستمر. بالضبط كده. مع بقى وضع الأطر العلمية وشرحها. نعم. نعم. نورتنا وشرفتنا وفرحنا بوجودك معانا النهاردة الشاعر الكبير عبد الستار سليم. شكرا لوجودك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم. شكرا لك يا فندم.